تيك توك وصلنا يا جدعان. واحدة قاعدة في السوق فاتحة لايف على التيك توك، يعني مش عارف التيك توك هيوصلنا لإيه تاني، أنا مش فاهم. يلا بينا نشوف الفيديو. شيلي قبلة تتخد 10 جنيه قبلة يا حبيبي يا عم أستاذ أبو محمد أبو مصطفى، عاش عليكم وعلى بلدكم يا رب. دول قد إيه؟ صلاة النبي أحسن من صلاة العيد يا راي. شيلي يا حبيبي تحل. شيلي يا ما خدتي قد إيه؟ 2 كيلو يلا 5 جنيه كان طلب، 5 جنيه كان طلب. شيلي معاك والمصحف. دول قد إيه؟ 4 كيلو طلب ب 5 جنيه كان طلب، والله العظيم ما تلاقيش حته. واختم لك بالله كان طلب بره ب 10 جنيه النهارده. شيلي ده هي فرصة. فرصة الكازيونات يا ريس. ايه دول؟ دول قد ايه يا ابله؟ يلا يا ابله في ميزان. انت عايزه كام؟ مش ملحق على الميزان، الصلاه على النبي عليك يا مصر. مصر ام الدنيا يا ولاد. حبيبي يا عاش عليك وعلى بلدك. حبيبي يا بيبي. بت هو ده حسام يا بنتي بس مغير الايميل بتاعه؟ شيلي يا ست كل 15 جنيه على السريع كده. خد يا بيضه 15 جنيه. خد يا ماما. خد يا ماما. هم دول بتوعك انت؟ انت بتوعك كانوا محطوطين هنا دلوقتي. ايه حكايتك انت؟ هنا حالا. كانوا محطوطين هنا. مش هم دول؟ هم كام كيلو؟ 2 كيلو. لا ده دول ثلاثة، يبقى حد خد شنطتك. الله. طب اديني الباقي يا بنزل هدايا. نزل يا ابويا اهو انا معاك اهو انا معاك. بينزل بالهديه احلى اخويا. اصبري يا اختي بيقول لك بينزل بالهديه عليا. يلا يا ابو محمد انا من السعوديه انا مستنيه بالهديه. مستنيه اكل بص. بينزل بالهديه يا ست اصبري يبارك له. ما خدش ايه يا ماما؟ حبيب قلبي. خدت 3 حمامات؟ اجلي له يا بنتي عشان بقول لك ما تخليكي في نفسك. ما تدخلش في اللي مالكيش فيه. خدت كام كيلو؟ ثلاثة والمرة. فين هما الثلاثة؟ طب يلا روح. تنزليهم تاني؟ لا. لا لا لا. حبيبي حبيبي. كام كيلو يا حاج؟ ثلاثة. دول 4 كيلو. دول 4 بس. 4 بس. واللي يصلي على حبيبك محمد يكسب. شيل يا حاج. شيل يا ابويا مش هتلاقي 4 كيلو بعد كده. دول في أي حتة دول ب 20 50 جنيه بره بديهم لك. أنا والله العظيم ببلاش، انا ببيع ببلاش النهارده. الزبون ناصح، عارف ان الاناناس غالي بره جاي ياخد مني بخمسه. بخمسه جنيه اقعد ينقي واللي يصلى على حبيبك محمد يكسب. خدي حط كيلو تاني. صلاة النبي احسن من صلاة العيد يا ريس. يبارك لكم يا رب. خلاص قلت لها لما اخلص انا كلمتها وانا هاكلها. هات الصغيرة دي حاجة. شيلي يا قمر كيلو. خدي يا حبيبي تاني. وانت طيب يا ابويا كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك. عشان ابنك تعبانه والله. معاك عشان ايه؟ معاك عشان تعبانه معلش. تكلم حد ربنا معاك. انت ده واخد قد ايه يا حاج؟ خد يا حبيبي. انت مديني 20 جنيه خلاص. هم طب 4 كيلو ب 20 جنيه يا ابويا. خد يا ماما. خد الثلاثه. خمسه اي حاج ده 4 كيلو يا ابويا. 4 ب 20 جنيه والمصحف. الله عايز قد ايه يا حاج؟ صلاة النبي احسن من صلاة العيد يا راجل. مين ده؟ ده مين اللي جه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ منين يا بنتي ده؟ منين اسمه ايه ده ولا اسمها ايه دي؟ ابو محمد تسلمي يا يبارك لك يا ابو محمد يا رب يبارك لك. ابو مصطفى مصطفى فوزي يبارك لك يبارك لكم قلبي. يا بنت شوفي لي الراجل اللي بيبعت ده اسمه ايه؟ اوعى ايدك كده بس وانا بعرف اوزن. انا 4 كيلو يا حاجة 20 جنيه يلا. ماشي. اها. بس سؤال بس سؤال زي ما يجوا؟ خلاص يا نادر 5 كيلو؟ 3 ماشي. لا دول 4 زيادة. طب شيلي. لا. كده 4 كيلو. ماشي. ماشي طب يلا شيلي. كمل برتقاله. وحياة انما ما بكسب في الحاجات دي قوي صدقوني. انت بنت الغاليه وبنت الغاليين. ان شاء الله يبارك لك بنت اللي غالي انت. كم برتقاله؟ شوف دول قد ايه؟ يبارك لك. خد ب 6 جنيه برتقاله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. 26 جنيه. ماشي يا اخويا نهارك ابيض باذن الله يا اخويا. نهارك ابيض باذن الله يا ابويا.
يبارك لك يا ربي كيف شر المرض. ابو محمد يا بنت الراجل اللي بعت لي ورد ده اسمه ايه يا بنتي؟ كفوا عليهم وعلى بلدهم، مش عارفه بلدهم يا بنتي رحمين. عايز قد ايه حاجه؟ شو اللي مطلع؟ طب دول 7 كيلو. استنى كده شيل وعيد 6 كيلو دول شيل، يبارك لكم ويخلي لكم ولادكم. ودول كيلو يبقى 7 كيلو كده. يلا شيل يعني كده عادي هترجعيها؟ طبعا يا ست. والنبي يا اخويا طب على الميزان الله يرضى. يا ست الله يرضى. الله بص رجلك قبل ايدك. انا قعدت كتير اغيب. بقول لك رجلك قبل ايدك يبارك لك يا رب. استنى اقول لكم والله كلمتين حلوين. خدت قد ايه؟ قلنا 7 قلنا 6 6 كام؟ 2 4 6 7 7 7 كيلو ب 35 جنيه. هات لنا شنطه ثانيه بقى. اتفضل. ايوه يا حاج خدت ايه يا